اقول لك بمناسبه الحته دي لان الحقيقه ليها تفصيله صغيره. صديقنا العزيز الكابتن احمد عبده، احمد عبده فاكرين كان المترجم لمانويل جوزيه، وهو راجل كوير قوي وغاوي كوره ومعلق رياضي كبير في القناه الناقله للبطوله، هو بيعلق ليها على الدوري البرازيلي، فحافظ كل بتوع امريكا اللاتينيه كويس قوي. كنا استضفناه على الهاتف الحلقه اللي قبل المباراه لو تتذكروا واحنا هناك، لكن لقيته بعت لي رساله زعلت بعديها ان ما وصلتهاش للشناوي، بس لقيت الشناوي نفذها من غير ما توصل له. ايوه احمد عبده بعت لي رساله قال لي المباراه شكلها رايح لركلات الجزاء، ارجوك حد يبلغ الشناوي انه بتوع بالميراس بيلعبوا ضربات الجزاء بالحركه، فيلعب على الكوره ما يلعبش على جسمهم لانه بيرقصوا وبيتحركوا كتير وهم بيسددوا، فبلاش يتحرك معاهم. انا طبعا شفت الرساله بعد ما رجعنا الفندق بالليل، بس لقيت الشناوي على قولك نفذ ده دليل ايه بثبات شديد. دليل ايه؟ اه ان تم دراسه دقيقه لفريق بالميراس. ايوه وده اللي احنا ده ميشيل يانكم بقى المدرب بتاعه البعثه كلها، ده اللي لمسناه من موسيماني من اول ما ركبنا الطياره وقلنا الكلام ده. الناس وكان يقعد في المطعم بعد الناس ما تخرج يقعد ينفرد بجهازه، المحللين مدين له كل حاجه، ويقعدوا يتكلموا مع بعض ويتبادلوا الاراء. كل وجبه كل وجبه يكونوا شافوا حاجه جديده ويتكلموا بعض فيها. فالحقيقه هم يحللوا وانت تروح تجيب طبق الشوربه. النتائج دي ما جاتش اعتباطا، لكن جات نتيجه مجهود كبير جدا ودراسه دقيقه جدا للمنافس وتركيز جامد جدا.